السلام عليكم. قول لنا بقى الاسعار، مش قصاد حضرتك استاذ ابراهيم احمد، قول لنا بقى الاسعار والموديلات اللي موجوده عندك. لطيفه على الصوت بس شويه عشان الناس تسمعك. مش تمام. هي معاها البنطلون صح؟ ماشي، معاها البنطلون. ايه هي بيجامه؟ بيجامه عامله 150 جنيه. لطيفه. ايوه تمام. في منها موديلات والوان ومقاساتها موجوده؟ مقاساتها كلها، مقاساتها موجوده. تمام. الخامه بتاعتها لطيفه. معاك حاجه ثلاث قطع برضه جميله اللي هي دي؟ دي ثلاث قطع. ثلاث قطع البنطلون بتاعها والبلوزه عامله كام بقى؟ دي عامله 200. دي عامله 180. 180. اللي هيجي لك تبع القناه هتعمل له خصم ولا هتثبت الاسعار دي؟ هي تمام. الاطفال بقى اللي عندك فين؟ في حاجات برضه مقاسات صغيره زي كده ماشي، عامله 150 180. اسعار جميله واسعار مظبوطه. في حاجات برضه ثانيه عامله 50 جنيه اللي عندي. دي كده بجمع على بعضها صح؟ على بعضها. معاها البنطلون؟ طب ممكن تفرجني بس البنطلون بتاعها؟ هي منها الوان؟ منها جميع الوان. الوانها كلها موجوده. حلو. حاجه زي كده جميله اهو. عامله كام بقى دي؟ معاها الكلو ده ولا دي في ال؟ لا عامله 170. 170؟ البنطلون بتاعها بس كده نور. كده برضه. فين اللي عليه خصومات بقى؟ اهم حاجه اللي عليهم خصومات. هم بيجوا عشان الخصومات. ده عامله 100 دلوقتي. دي 100 جنيه. دي 100 جنيه. معاها بنطلون؟ معاها بنطلون وكل حاجه. حلو. ده عامله 100 جنيه. هي الخامه بتاعتها من جوه؟ قطن مضغوط. قطن ايه؟ مضغوط. قطن مضغوط. تمام. في منها برضه موديلات ثانيه؟ الاستاندات موجوده كلها. حاجه زي كده معايا. الاستاند ده كله منازل عليه خصومات صح؟ حاجه زي كده. حاجه زي كده كلهم 100 جنيه ولا اي حته؟ اي حته ب 100 جنيه. لا جميله والله. حلو. الخامه بتاعته قطن مضغوط. في مقاسات ولا هي الاستاند ده مقاساته كلها موجوده؟ مقاسات كلها موجوده. يعني اطفالي ومحير كمان. في حاجة تانية عندك على عامل عليها الخصم ولا هو الاستاند ده بس؟ لا معاكي برضه الدفايات اهي، برضه معاك برضه في تريكات مسك كبيرة محيرة معمول لها خصم برضه بتاع البلوز. الدفايات دي خامتها ايه بقى؟ ايوه خامتها قطيف. سعر الدفاية ايه بقى؟ 120. جميع المقاسات 120 ولا المقاس بيختلف بقى بالسعر بتاعه؟ يعني جميع المقاسات دي في الخامه دي بالذات عامله 120. طب ودي مثلا المعلق لوك بتاعها ده 110. دي اطفال معاها زونت بقى صح؟ الزونت ولا كلوك معاه؟ ودفايات الاولاد دي برضو الخامه بتاعتها حلوه. قطن بطن قطن في قطيف. هي من قطن من جوه وقطيفه من بره صح؟ تشكيل اولادي برضه. دي برضه اولادي صح؟ في اولادي جوه. أولادي فين بقى جوه تاني؟ عامله كام بقى البيجامه دي؟ 100 جنيه برضه؟ المقاسات المحيرة اللي فوق دي أسعارها إيه بقى؟ كل حاجة لها أسعارها برضه. الأصفر اللي هو عليه الميكي ماوس ده 150. 150 هو زي ده. قطيفة برضه من جوه قطن. طب فين اللي جوه اللي أنت قلت لي عليهم؟ أولادي. اللي هو الأولادي بقى. بيجامات وكلها بيجامات على بعضها صح؟ ترنجات وخروجة. في ترنجات وفي خروج. اسعار الترنجات ايه بقى؟ كل حاجه لها سعرها. الترنج ده حلو قوي. 160. 160 مقاساته موجوده، يعني اللي عايزه مقاس معين هتلاقيه. المقاسات المحيره اللي فوق بقى بتبتدي من كام حتى؟
يعني السعر بيبتدي من 180. من 180 دي تيشرتات صح؟ دفاية من جوه. هي دفاية من جوه، الخامة بتاعتها حلوة قوي من جوه. يعمل كام بقى التيشيرت ده؟ 210. دي بلوفرات كلها صح؟ خامتها ايه طيب؟ صوف؟ الخامة بتاعتها صوف صح؟ لا مش صوف، ده عجينة. اسمها ايه؟ عجينة؟ بوكليت. تمام. الخامة بتاعتها حلوة. عامل كام بقى البلوفر ده؟ في منه ألوان صح؟ الألوان منه، في منه البني والرصاصي والأسمر. طب والبوكليت اللي هو الصغير ده بتاع الأطفال ده؟ 130. 130 هي، هو نفس الخامة. في منه برضو الألوان بتاعته. طب السويت شيرت اللي هو الاحمر اللي فوق ده، مش دي مقاسات محيره برضو ولا شبابي؟ نفس الخامه اللي انت مسكتها برضو بتاعها، اللي هي القطن القطيف. قطن من جوه وقطيفه من بره؟ لا قطيفه من جوه. قطيفه من جوه. عامل كام بقى؟ 240. 240. الاسعار دي هتعمل خصومات اللي هيجي تبع القناه، يعني اللي عايزه شغل من هنا تاخد منك كميه شغل من هنا، هيبقى اسعارها غير. الزيت ده طيب سير. الزيت ده فاضي نفسه برضه زيه برضه. دي بقى بجمع على بعضها ولا بجمع الثلاث قطع صح؟ 190. الخامة بتاعتها خاتم، خامتها قطيف، هي فايبر صح؟ تحسها كده مبطنة. والتوب البناتي ده هو مكانه اصلا مش شن. مكانه فين؟ هو بناتي صح؟ مكانه فين بقى؟ مكانه فوق صح؟ البوكلتات البناتي دي بقى عامله كام؟ عامله 130. 140. 130. الرز ده حلو قوي. يعني البلوفرات البناتي دي بتبتدي من 110. 110. اللي فوق ده جاكيت اللي هو التيشيرت نظام جواكت بقى، يعني منه جاكيت ومنه سويتشيرت. يعمل كام بقى الجاكيت؟ كل حاجه لها سعرها. في 180 اللي هو الاحمر، الاحمر اللي فوق ده 270. 270 منه جاكيت ومنه سويتشيرت. لا في حاجات جميلة بجد. ان شاء الله بقى اللي هيجيلك تبع القناة تعمل له خصم، وحد عايز شغل كامل يجي ياخد شغل من هنا. وفي في برضو اللي هي البناطيل الجيمس. تمام، شكرا اوي، متشكرة اوي.